الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، أقدم لكم استراتيجية الوصول إلى الكنز. في كل علبة كنز موجود. أمامك ثلاثة أسئلة حتى تصل إلى الكنز. أنا قلت سأختار المهذبين لنرى جميع المهذبين كما نرى يا فراش. هات على القمر على المهذبين. الآن سأختار من كل مجموعة عندنا حين سفرنا، سأختار من كل مجموعة واحد، ثم نكرر الاستراتيجية حتى يشارك الجميع. فلا تقلق، هنبدأ بأول واحد من هذه المجموعة، الطالب فهد. المجموعة الثانية الطالب عبد العزيز. المجموعة الثالثة طالب سعود. المجموعة الرابعة نعم عندنا ثلاثة مجموعات، ثلاثة كلوز، إن شاء الله ستشارك المجموعة الرابعة. خلاص ممكن نوسع العلامات حتى نعطي لأنفسنا براحة. سؤال الأول من نشيد الدين المعاملة يا فهد، اقرأ لي هذه الكلمة. أنا. ارفع صوتك. أنا. أحسن، تقدم خطوة. عبد العزيز، اقرأ لي هذه الكلمة. اقصر الكاف. مرة أخرى. اقصر الكاف. كتاب. أحسنت. جاء دور سعود. اقرأ لي يا سعود الكلمة. هذه الكلمة يا سعود، هذه الكلمة. الميم عليها فتحة يا سعود. المنحل. تفضل. السؤال الثاني للطالب فهد، اقرأ لي هذه الكلمة. قلها مرة أخرى. هذا مقطع وهذا مقطع. هيا. عبد العزيز، يا عبد العزيز جاهز؟ اقرأ لي هذه الكلمة عبد العزيز. امسك المايك. يا سلام عليك. أعامله. ممتاز. سعود، يا سعود اقرأ لي هذه الكلمة. الكلمة
الطائرة مكسورة مع مع الفاح. طالما فا يا بطل يلا ماذا الحرف مع بعض؟ لا لا تفتح لا تفتح الفا مع بعض مرة أخرى. أول الواصلين إلى الكنز، افتح كنزك، افتح كنزك، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، عندك جائزة وعندك ملعقة تأكل بها الحلوى وبسكوت. نشوف عبد العزيز، يلا عبد العزيز، قراءة عبد العزيز الحمد لله رائعة، يلا عبد العزيز، تفضل امسك الماي، الألف مع اللام. والكاف مع الواو. كو. مرة أخرى. كو مي. قل من الأول. كو. طيب. عبد العزيز، اقرأ لي هذه الكلمة. اكسر الفهم. كمان مرة وصلت إلى الكنز ما شاء الله افتح كنزك ما شاء الله ما شاء الله جائزة رائعة للبطل عبد العزيز الآن مع سعود هذه الكلمة يا سعود الثاني يا سلام مرة أخرى الثاني لم شمسية أم قمرية شمسية تفضل خذ كنزك بارك الله فيك ضع هنا تركت هذه يا فهد خذ يا فهد الآن سنضع جوائز للأبطال يلا يا سعود انت قدام هنا يا سعود خلص قول الثانية كمان بسرعة أسرع خلاص ثواني خلاص سكر هذه العلب يا احمد تفضل خلاص الان مجموعه ابو بكر الصديق احمد مجموعة عمر ريان تشربت الوقت يا عبد الله مجموعة علي عثمان خالد كل شيء شاب أعرف أنكم تحبون هذه الاستراتيجية الآن السؤال الأول يا ريان حتى أنا نصيب اقرأ هذه الكلمة يا ريان هادي هادي ويرعاني تفضل خطوة أحمد إيمان تفضل خالد كتابه أنا أريد هذه الكلمة فقط كتابه ممتاز خلاص خطوة واحدة خطوة واحدة السؤال الثاني يا ريان في صدري هذه الكلمة فقط صدري تفضل خطوة أحمد تفضل خالد حاملو مرة أخرى وحاملو أحسن آخر واحد آخر سؤال للريان بعده سيصل إلى الكنز الخيري تفضل افتح كنزك أحمد بعده تفضل خذ جائزتك يا خالد مع بعض
مرة أخرى. لا مرة أخرى. هذا الملاعب. الملاعب. أحباب. كمان مرة. أحبابي. يا سلام عليك. خذ كنزك. خذ كنزك. هيا. واحدة بس هنا. واحدة بس. خلاص. الكنز الثاني. خلاص غطي غطي. بسرعة بسرعة. هات هنا هات هنا. خلاص. الكنوز. القادمة. لي. بركة. سكر. سعودي. دواء. سرعة. سرعة. السؤال الأول دواء. أنا. خطأ. سلطان. لي. سلطان. دواء. ليس صدري زواج عامل. تفضل يا نواف خذ كنزك. سلطان القى. تفضل يا سلطان كنزك. ليس وإحسان. تفضل احسان افتح كنزك بسرعة حتى يشارك. من لم يشارك معه؟ ثلاثة أم أربعة؟ تعال يا ثلاثة. تعال طيب إحنا عندنا الوقت أربعة. واحد يوصل الثاني يفضله ويأخذ جيد. واحد منكم يا تعال يا بلاش اختار يا تفرد أنت وعبد الله يا عبد الملك بسرعة. والثاني أيضا تعطيه جيد. من سيأتيني؟ من آثر أخيه على نفسه؟ ها؟ لا واحد يعطي زميله الفرصة. من هو؟ أنا. طيب تعال تعال يا براء هذه لك أحسن واحدة لك لأنك أثرت زملاء. تعال يا ببلك. تعال يا عبد الله. خلاص آخر مشاركة في استراتيجية الحصول على الكنز. السؤال الأول عبد الملك. غير عامل. تفضل عبد الله. صدري. خلاص الهدوء. بلال. المنهل. تفضل خطوة. السؤال لعبد الملك. وعامل. عبد الله. تفضل خطوة. ألقى. تفضل خطوة. بلال. بإجلال. عبد الملك السؤال الأخير.